أهلا بكم من جديد وكل عام وأنتم بخير. أجمع خبراء سياحة وفندقيون على أن القطاع السياحي وبخاصة الفنادق على اختلاف نجومها سجلت طفرة في معدلات الحجوزات والإشغال، وذلك بفضل إجازة عيد الفطر المبارك. وقد أكد خبراء السياحة أن الحجوزات ومعدلات الإشغال لدى الفنادق والخدمات المساندة لها قد فاقت 90%، ولتسجل العديد منها 100% في الأيام الثلاثة الأولى من الإجازة. كما بيّنوا أن ما سيميز إجازة عيد الفطر هذه السنة هو طول فترتها في عدد من الدول الخليجية المجاورة، مما يعني توافد أعداد أكبر من الأسر الخليجية إلى البحرين لقضاء أمتع الأوقات على أرض المملكة، وبالتالي انعاش القطاع السياحي بمختلف أركانه. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد أكرم مكناس، رجل أعمال ومستثمر في قطاع الفنادق. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية، متى بدأت حجوزات الفنادق تسجل تصاعدا بفضل عيد الفطر المبارك؟ مساء الخير وكل عام وخير، وكل عام وأنتم سعداء بألف خير وصحة، ولقيادتنا الحكيمة الشكر على كل ما فعلته من أجل السياحة. في الواقع بدأت الحجوزات تتلاءى علينا بسرعة فائقة هذه السنة، ابتداء من تقريبا ثلاثة أشهر. نعم. وأبشرنا بخيرا بذلك، لأننا لم نرى هذا النوع من الإقبال على الفنادق والسياحة في البحرين خلال العيد مثل هذه السنة. نعم. والحمد لله هذا خبر جيد للجميع. نعم. والأهم من ذلك الفترة الزمنية التي فاقت الثلاث أيام أو الأربع أيام لتسجل في بعض الفنادق حجوزات إلى مدة لكل عائلة أو لكل فرد تتجاوز ثمان أيام، وهذا شيء جيد جدا، لأن الهدف الأساسي كان في السياحة هذا السنة أن نزيد من عدد البقاء الغرف الفنادق وحجوزات، لأنه هذا يعكس علينا براحة السائح إذا بتريدي. والحمد لله سجل بكل هدوء السنة هذه. نعم. كيف ستساهم إجازة العيد الطويلة لبعض دول مجلس التعاون في إنعاش قطاع الفنادق في البحرين؟ صراحة نحن المستفيدين الأكبر بتصور من هذا الموضوع. طبعا دبي لا تزال تتصدر القائمة، إنما نحن اللي كنا طالبينه السنة هذه الحمد لله حققناه، وأكثر من ذلك كمان. أنا باعتقادي أنه السياحة بالذات من دول الخليج الإسلامية وبعض الدول الثانية، يعني في سنة إقبال شعرنا فيه من مصر، في إقبال من لبنان، وليس العكس يعني، وهذا شيء جميل. حتى من الأردن اللي فيه كثير عائلات أردنية أجد زيارة عائلاتها أو لقضاء عيد العيد، لقضاء فرصة العيد، لأنه هنالك صار في البحرين عدة مشيقات إذا بتحبي للسائح لكي يأتي إلينا. نعم. نتمنى المزيد من الانتعاش لقطاع الفنادق في مملكة البحرين. السيد أكرم مكناس، رجل أعمال ومستثمر في قطاع الفنادق، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن حصولها مؤخرا على ترخيص من مصرف البحرين المركزي للاطلاع بكافة خدمات وأنشطة التقاص والتسوية والحفظ المركزي. وتأتي شركة البحرين للمقاصة في إطار جهود بورصة البحرين لاستكمال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي ترمي إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة وتقديم خدماتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المتقدمة والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. وقد أكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبد الكريم بوتشيري أن شركة البحرين للمقاصة ستشكل حدثا نوعيا في تاريخ قطاع رأس المال في المملكة، لما له من دلالة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات. وللتعرف أكثر على نشاط شركة البحرين القابضة، معنا عبر الهاتف السيد عبد الله عابدين، مدير إدارة التسويات والإيداع المركزي ببورصة البحرين. مساء الخير. وبداية أستاذ عبد الله، ما الذي يعنيه الترخيص لشركة البحرين للمقاصة بالنسبة للبورصة؟ شكرا أختي ريم، وكل عام وأنتم بخير. في الحقيقة تأسيس شركة البحرين للمقاصة
يأتي ضمن مبادرات بورصة البحرين الاستراتيجية والهادفة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية لخدمات التسفية والحفظ المركزي للأوراق المالية، وكذلك الإجراءات اللاحقة للصفقات المنفذة في البورصة اللي احنا نسميها البوست تريد سيرفيسز، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المتقدمة. نعم. الجدير بالذكر بأن فصل مهام ومسؤولية التسوية وحفظ الأوراق المالية ونقلها من البورصة وإسنادها طبعا إلى شركة البحرين المقاصة راح يرفع من تصنيف قطاع رأس المال في المملكة من قبل مؤسسات التصنيف المعنية، وبالتالي راح يعزز من ثقة المستثمرين المحليين وغير المحليين، ويحفزهم أيضا على ضخ مزيد من الاستثمارات من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية اللي توفرها بورصة البحرين. نعم، لو تلخص لنا أستاذ عبد الله، ما هي أبرز مهام شركة البحرين للمقاصة ومتى ستبدأ عملها الفعلي؟ نعم، بمجرد البدء في نشاط الشركة في الأسابيع المقبلة بإذن الله راح تبلش الشركة بتقديم خدمات ل 140 ألف مساهم تقريبا من أفراد ومؤسسات مسجلين في نظام الحفظ المركزي، موزعين على 99 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومجموع موجوداتهم تقدر ب 32.4 مليار ورقة مالية وبقيمة سوقية وقدرها 8 مليار دينار. طبعا لما نتكلم عن الأوراق المالية المودعة هي تشمل الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية والوحدات العقارية وأيضا الصناديق الاستثمارية. نعم. ومن ضمن مهام الشركة أيضا إدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المدرجة وأيضا الغير المدرجة، تقديم خدمات نوعية لإجراءات هذه الشركات واللي تتضمن توزيع الأرباح النقدية من خلال حسابات المساهمين البنكية. وأحب أن أنوه بأن الشركة تعمل في الوقت الحاضر على وضع خطة زمنية لاستيفاء المتطلبات النظامية للتقديم خدمة الإقراض والاقتراض الأوراق المالية اللي احنا نسميها البورونج اللندنج، وكذلك خدمة البيع المكشوف المعروف بالشورت سيلينج، وأخيرا وليس آخرا الخدمات المساندة لخدمة التداول على الهامش والمسمى بمارجن تريدينج. نعم، السيد عبد الله عبدين مدير إدارة التسويات والإيداع المركزي ببورصة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام اليوم بعدما أعطت الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها 10 أيام لتنفيذ مطالبها. وأظهرت بيانات IHS Market أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات ارتفعت 4 نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي. وتتضمن قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبا إغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع التعويضات. أعلنت شركة روس أتوم للطاقة الروسية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اليمامة السعودية لبناء مزرعة رياح واستكشاف فرص التعاون في مجالات بناء وتشغيل مزارع الرياح في المملكة وتزويد السعودية بمعدات روس أتوم بهدف المساعدة في تطوير صناعة البتروكيماويات. وأظهرت بيانات أعدتها شركة روس أتوم أن الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية في العالم بلغت العام الماضي 196.4 مليار كيلو واط لكل ساعة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل إحدى المناطق ذات الأولوية بالنسبة للشركة التابعة للحكومة الروسية.
شهدت المرافق السياحية في الإمارات نشاطاً غير مسبوق في أول أيام عيد الفطر، وذلك بدعم من تدفق السياحة المحلية والخليجية على المولات ومراكز التسوق والمدن الترفيهية والمطاعم. ووصلت نسبة الحجوزات في معظم فنادق دبي خلال عطلة العيد إلى 100%، واستحوذت السياحة المحلية والخليجية على حصة تصل إلى أكثر من 70% من إشغال الغرف وفق استطلاع لمجموعة من الفنادق. وارتفعت كذلك أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال، ووصلت إلى ذروتها خاصة في الفنادق القريبة من مراكز التسوق والفنادق الشاطئية.